السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في الحصة ديال اليوم غادي نديرو لاباج 12 صفحة 12 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي 4 اني بريمير. اذا الحصة ديال اليوم غادي نخصوها الوحدة الاولى في مجال لاكتيفيتي اورال. اذا هاد الوحدة بعنوان لا سيفيليزاسيون ماروكان، يعني الحضارة المغربية. العنوان ديال هاد لاكتيفيتي هو نوز ابيتون او ماروك، يعني نسكن في المغرب او نعيش في المغرب. لوبجيكتيف ديال هاد الدرس وهو اننا نتعلمو كيفاش نبريزونتيو نوتغ ريجيون، يعني نقدمو المنطقه ديالنا او البلد ديالنا سون بيي. اذا بريزونتي سا ريجيون سون بيي، كيفاش نقدمو البلد ديالنا او لا المنطقه ديالنا. اذا قبل ما ندوزو للاستماع للحوار غادي نقراو بعدا الصوره. اذا قبل الاستماع عندنا جوبسيرف اي جو ديكوفر، اذا الاحظ واكتشف. اذا السؤال الاول عندنا ريغارد ليماج ريبون او كيسيون، يعني من بعد ما غادي نلاحظوا هاد الصوره غنجاوبوا على هاد الاسئله. السؤال الاول شنو مطلوب؟ قلنا كو فواتي سور ليماج، اشنو كتشوف في هاد ليماج. اذا ملي كنبغيو نقراو الصوره كنلاحظوا الصوره كيف ما هي وكنحاولوا نوصفوا هاد المكونات ديالها، داكشي اللي قدرنا عليه. اي حاجه كتبان لينا في الصوره ممكن نتحدثوا عليها. مثلا نقدروا نقولوا مثلا جو فوا، كيبان ليا هنا هادو اطفال، هنا ممكن نقول غير اطفال. ولكن مادام بان ليا هنا واحد لو طابلو ديغيغ او، كيبان لنا واحد لو طابلو، اذا هادو سو سون دي زيليف، يعني تلاميذ. كتبان لنا هنايا واحد طابلة، اذا تلاميذ، اذا هادو ممكن نقولوا دي زيليف. مادام هادي واقفه هنا حداهم و ايل بورت اون طابليي، اذا ممكن نقولوا هادي سي اون ماتريس، يعني ممكن نقولوا اون انسينيونت. اذا ممكن نقولوا جو فوا دي زيليف اون انسينيونت. ايضا ممكن نعبر على هاد الحوايج اللي كيبانوا ليا هنا. هنا شناهي هادي؟ هادي الخريطه ديال المغرب، اذا كنقولوا لا كارت ديال المغرب، اذا كارت دو ماروك. هنا هذا كيبان ليا مسجد الحسن الثاني اللي كاين في الدار البيضاء، اذا هنا دي معلمه تاريخيه، اذا هذا لا موسكي حسن دو. هنا كيبان ليا لو درابو ماروكان، ممكن نوصف اللون ديالو. مثلا نقدر نقول لو درابو اون روج، وكاين او ميليو اش كيبان ليا؟ كتبان ليا واحد النجمه هنا خضراء. ممكن هنا نهضر على هادو كيبانوا ليا سو سون دي زوبجي ارتيزانال، يعني هادو واحد الادوات او واحد المصنوعات تقليديه، اذا كتعبر على الصناعه التقليديه المغربيه. اذا هادشي كله ممكن نتحدث عليه. اذا ك مثال ممكن نقول جو فوا دي زيليف دون اون كلاس، يعني او دون اون سال دو كلاس. اون انسينيونت، la carte du Maroc, la mosquée Hassan II, des objets de l'artisanat marocain. Donc, ممكن هادو كاملين اللي كنشوف ممكن نعبر عليهم في هاد الجمله. Je répète, je vois des élèves dans une classe, une enseignante, c'est-à-dire eux, la carte du Maroc, la mosquée Hassan II, des objets de l'artisanat marocain. إذن هذا فيما يخص السؤال الأول. غنمروا الآن للسؤال الثاني. إذن السؤال الثاني شنو قالوا لنا؟ كو فون لي بيرسوناج، يعني ملي كيهضروا على لي بيرسوناج هذوك، يعني كنعنيو بهم هاد الشخصيات، هادو أشخاص. إذن هادو شنو كيديروا؟ هاد الأشخاص أشنو كيديروا؟ كيبان لنا هنا هاد الأطفال أو هاد التلاميذ كما سميناهم كيتحاوروا هما والأستاذ ديالهم، يعني داخلين في واحد النقاش. وتلميذ من بيناتهم كيسجل، يعني ممكن الاستاذه كتعطيهم شي معلومات او كيتحدثوا على هاد المكونات ديال البلد اللي هو المغرب، يعني كيتحدثوا على المكونات ديال المغرب، ويعني باش كيتشتهر المغرب وشنو الحوايج اللي كيميزوا المغرب. والتلميذ من بينهم كيسجل بعض المعلومات. اذا ممكن نقولوا لي زيليف ديسكوت، يعني ديسكوت افيك لور انسينيونت، يعني كيتحاوروا هما والاستاذه ديالهم. لان دو ايكري، واحد من بيناتهم كيسجل او كيدون المعلومات.
إذن بعد ما تعرفنا على الصورة وقريناها وتعرفنا على المكونات ديالها، دابا غادي ندوزو باش نستمعوا للحوار، ومن بعد غادي نرجعوا باش نشرحوه ونجاوبوا على الأسئلة اللي كترافق. Dialogue de l'unité 1. La civilisation marocaine. Semaine 1. Les élèves de la classe de 4e de l'école Massira correspondent avec une classe de CE2 de Montréal au Canada. Chers amis de l'école de Saint-Ambroise, nous sommes les élèves de l'école Massira, qui se trouve à Casablanca. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. Il se trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge avec une étoile verte au centre. Chez nous, on parle en arabe, en amazigh, et on apprend aussi le français à l'école. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II, l'ancienne Médina et le grand quartier des Abous. Dans ce quartier, on vend des articles de l'artisanat marocain. Nous attendons avec impatience de recevoir votre lettre. Les élèves de l'école Massira. إذن عدنا من بعد ما استمعنا الحوار أو بالأحرى للرسالة وغادي نرجعوا باش نناقشوها. إذن الرسالة هي إذن الموضوع ديال الدرس هو عبارة عن رسالة كتبوها التلاميذ ديال المستوى الرابع من مدرسة المسيرة للتلاميذ ديال واحد المدرسة اللي سميتها سانت أمبرواز. إذن كتبوا لهم واحد الرسالة، ها هو النص ديالها، غنشرحوه. شنو قال لهم؟ Chers amis de l'école de Saint-Ambroise, يعني كيقول لهم أعزائنا تلاميذ مدرسة Saint-Ambroise, nous sommes les élèves de l'école Massira. إذن نحن تلاميذ مدرسة المسيرة كي se trouve à Casablanca التي تتواجد بمدينة الدار البيضاء. Notre pays est le Maroc. بلدنا هو المغرب. يعني هاد التلاميذ كيحاولوا يعرفوا هاد التلاميذ ديال سانت أمبرواز على البلد ديالهم اللي هو المغرب. يعني التلاميذ ديال المغرب كيحاولوا يتراسلوا مع واحد المدرسة وكيحاولوا يعرفوهم بالبلاد ديالنا المغرب. Notre pays est le Maroc. يعني بلدنا هو المغرب، سميتو المغرب. Sa capitale est Rabat. يعني العاصمة ديال البلد ديالنا سميتها الرباط. Il se trouve en Afrique du Nord. يعني هاد المغرب كيتواجد في شمال إفريقيا، يعني كيتواجد في شمال إفريقيا. Le drapeau de notre pays est rouge. يعني العلم ديال البلد ديالنا لونه أحمر. Avec une étoile verte au centre. يعني في واحد النجمة خضراء في الوسط، تتوسطه نجمة خضراء. شينو يعني عندنا احنا في المغرب. On parle en arabe. يعني كنتحدثو باللغة العربية. En amazigh. Et on en prend le français à l'école. يعني في المغرب كنتحدثو باللغة العربية وأيضا كنتحدثو بعض المناطق كيتحدثو باللغة العربية ومناطق كيتحدثو باللغة الأمازيغية. Et on apprend le français à l'école. يعني كنتعلمو اللغة الفرنسية في المدرسة. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. مدينة الدار البيضاء هي أكبر المدن المغربية. أكبر مدينة عندنا في المغرب هي الدار البيضاء. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II. يعني في الدار البيضاء أوني. هاد إيكغي كتعاود لنا بمدينة الدار البيضاء. يعني في مدينة الدار البيضاء كنوجدو لا سيليبغ موسكي حسن دو. يعني أشهر معلمة أو مسجد اللي سميتو الحسن الثاني. يعني كيتواجد فيها المسجد الكبير اللي سميتو الحسن الثاني. لونسيان ميدينا فيها المدينة القديمة. إي لو كغون كارتي دي حابوس. وأيضا حي الحابوس اللي مشهور وكبير. دون لو كارتي يعني في هاد الحي. اون فون دي زارتيكل دو لارتيزانا. يعني في هاد الحي كيتباعو واحد الحوايج ديال الصناعة التقليدية. يعني كل ما هو تقليدي. لارتيزانا ماروكان يعني الصناعة التقليدية المغربية. Nous attendons avec impatience. يعني هنا كملوا التعريف، عرفوا بالمغرب، عطاوهم معلومات على المغرب. وشنو قال لهم في الاخير؟ قال لهم Nous attendons avec impatience de recevoir votre lettre. يعني كنتسناو بفارغ الصبر تلقي الرسالة ديالكم. يعني بغاوهم يردوا عليهم.
les élèves de l'école Massira. يعني هادو هما اللي كاتبين les élèves de l'école Massira هما اللي كاتبين التلاميذ ديال مدرسة سانت أمبرواز. إذا هنا كيحاولوا يعرفوهم على البلد المغرب. هاد الشيء اللي فهمنا من ديالوغ أو من هاد الرسالة. إذا غندوزو باش نجاوبوا على الأسئلة بعد ما فهمنا المضمون ديال الرسالة. J'écoute et je comprends يعني أسمع وأفهم. Écoute le texte يعني سمعنا le texte. Réponds aux questions يعني جاوب على الأسئلة. Qu'est-ce que tu entends؟ ماذا سمعت؟ إذا واش سمعنا حوار ان ديالوغ ولا ان تيكست ولا اون لتر؟ إذا سمعنا اون لتر. إذا قرينا واحد الرسالة مقروءة يعني كيقراها علينا القارئ. إذا غنقولو جونطون لا ليكتور دون لتر. جونطون لا ليكتور دون لتر. سمعت قراءة رسالة. إذا رسالة قرات علينا. السؤال رقم 4 كي يكري اون لتر؟ شكون اللي كتب هاد لا لتر؟ اكي ولمن و بوكوا لماذا؟ اذا شكون كتب هاد الرساله ولمن تكتبات ولماذا تكتبات؟ غادي نجمعوهم كاملين في جواب واحد وغادي نقولوا سو سون لي زيليف دو لا كلاس دو 4ييم اني دو ليكول مسيره. يعني تلامذ ديال القسم الرابع من مدرسه المسيره كي ايكريف هما اللي كتبوا اون لتر او زيليف دون كلاس. هما اللي كتبوا رسالة لتلامذ دون كلاس دو سي او دو مونريال او كندا. اذا كتبوا ليهم واحد الرسالة لتلامذ ديال سي او دو في مونريال. هنا عندي ا اكسون ا مونريال او كندا بوغ لوغ بريزونتي لوغ بيي باش يعرفوا بالبلد ديالهم يقدموا ليهم ويعرفوهم بالبلد ديالهم اللي هو المغرب. اذا كان هذا هو الدرس ديالنا ديال حصة اليوم. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى بحول الله.